مصطلح القاتل المتسلسل بيطلق على أي قاتل بيقتل أكتر من 3 أفراد بشكل متقارب أو متشابه، يعني أي مجرم يقتل 3 أو 4 أفراد ده بيتسمى قاتل متسلسل. احنا للأسف بقى عندنا قاتل متسلسل طبيعي موجود في بيوت المواطنين في المحافظات، وهي آبار الصرف الصحي. يمكن جملة أو مصطلح بير صرف أو بير صرف صحي أو طرنش ما يعرفوش قوي أهالي القاهرة واسكندرية أو أهالي المدن، لكن أهالي المحافظات الريف النجوع الكفور عارفين كويس يعني إيه طرنش، يعني إيه بير للصرف الصحي محفور تحت البيت بيتصرف فيه الصرف بتاع البيت، لأن الحكومة مش مغطية المحافظات والمراكز بشبكة الصرف الصحي، فبيلجأ المواطن لحل من 2، إما أنه يعمل ماسورة صرف بترمي في واحدة من الترع أو المصارف اللي بيرجع تاني بعد كده يشرب منها أو يسقي منها الزرع والحيوانات، أو بيحفر بير تحت بيته ويكفي على نفسه أو يقفل على نفسه ويحط في البير بتاعه. البير ده بيحتاج نزح أو تنظيف كل سنة تقريبا. هنا بقى بتكمن المشكلة. مشكلة فين؟ بعيدا عن خطر هذه الأبار على التربة اللي بتلوث التربة وتسرب المية دي للمياه الجوفية اللي بتلوث أيضا المياه الجوفية، وبعيدا عن خطورة هذه الأبار اللي بتكون سبب في أن البيوت بتقع، البيت بيبقى قاعد فوق بؤرة من التلوث وبؤرة من الأمراض، فمع أي هزة البيت بيقع في البير بتاعه اللي هو بير الصرف الصحي. بعيدا عن كل هذه المشاكل بتكمن بقى مشكلة نزح الطرنش أو تفريغ الطرنش، أنه بيبقى معبى بغازات سامة بتقتل عشرات المواطنين كل كام شهر. الخبر امبارح بيقول لك مصرع 4 مواطنين داخل بير صرف صحي في محافظة سوهاج. البير ده موجود في أحد الأماكن في دايرة أخميم شرق محافظة سوهاج، تحديدا في نجع الخلوة التابع لمركز شرطة أخميم. والأربعة اللي قدام حضراتكم دول من عيلة واحدة، من أسرة واحدة. طبيعي بتتلم العيلة عشان تنزح البير أو تفضي البير، بينزل واحد يصاب بالاختناق، ينزل أخوه يجيبه، ينزل ابن عمه يجيبه، ينزل ابن خالته يجيبه، فبتلاقي الوفيات بالجملة. امبارح 4 وفيات وكلهم من عيلة واحدة: مجدي عبد المجدي أبو الحمد السيد، محمد كمال السيد، عبد الحميد كمال السيد، طلعت خلف السيد، الأربعة أولاد عم وماتوا امبارح في محافظة سوهاج. عندنا أيضا حادثة كانت تقريبا قبل كام شهر، أيضا مصرع 2 شباب في بير للصرف الصحي بالشرقية، وأيضا دول كانوا شغالين في أحد الأبار في مركز الإبراهيمية التابع للشرقية، نزل واحد فيهم ما طلعش فنزل صاحبه أيضا ما طلعش. كان عندنا حادثة أيضا في 2021 وفاة 5 مواطنين وإصابة 8 آخرين وقعوا في ذات البير، بير الصرف الصحي. ده بقى تقدر تسميه وانت مرتاح كده قاتل متسلسل، تقدر تسميه احدث القتلة المتسلسلين اللي موجود في بلدنا بسبب عدم عدالة توزيع ما يسمى بشبكة الصرف الصحي. الحكومة في حياة كريمة بتقول لك انها صرفت حتى الان على الصرف الصحي ما يناهز 500 تريليون جنيه لتغطية الصرف الصحي في القرى والنجوع والكفور. البيانات الرسمية للحكومة أو للمركزي للإحصاء مطلع العام الجاري بيقول إن تغطية الصرف الصحي في القرى الفقيرة لا يتجاوز 49%، 51% من القرى حتى الآن بيعتمد على هذه الأبار، 51% من القرى للآن بيرمي الصرف الصحي في الترع والمصارف والأماكن الفاضية بيأثر على صحة المواطن. أنا معايا فيديو من قرية العدوى في محافظة المنيا، وفاة 6 مواطنين أيضا وقعوا في نفس البيارة أو في نفس البير الطرنش الأهلي اللي موجود في قرى الصعيد وبحري والدلتا بسبب عدم وجود شبكة للصرف الصحي. نتابع هذا الفيديو. في كل مكان احنا هنا في قرية صفانية التابعة لمركز العدوى في أقصى شمال محافظة المنيا. القرية دي شهدت حادث مأساوي مساء أمس الجمعة، يعني الحكاية زي ما بيحكيها أهالي القرية،
ان عامل نزل للبئر الصرف او غرفة الصرف اللي احنا حاليا واقفين امامها، وعشان كان بيأدي عمله وفجأة استغاث بأحد المارة، تقريبا كان هيتعرض لمحاولة للغرق. بدأ شباب القرية يتجمعوا لإنقاذ هذا العامل، نزل للغرفة اللي احنا واقفين امامها الآن خمس. فأصبحت قصة الوفاة أو الموت داخل بئر صرف صحي قصة طبيعية جدا في قرى ونجوع البلد. بعض المواطنين اللي شغالين أصلا في هذه العملية اللي بيسموا بغطاس المجاري، غطاس المجاري في المراكز والمحافظات دول بيسلكوا المواسير والبلعات، غطاس المجاري في القرى والنجوع هم اللي بينزحوا هذه الأبار وهذه الطرنشات. قصص مواجهة الموت يوميا تحت الأرض، غطاس الصرف الصحي اللي ما يعرفوش راحة وحياتهم رهن الإشارة، الغازات السامة في البيارات خطر دائم، وحلمنا زيادة المرتبات، ومعظمهم شغالين باليومية دون يعني من غير لا تأمين ولا معاش ولا حتى يعني حاجة تحميهم من مخاطر المهن. في خطر تاني كده يمكن الحكومة ما بتهتمش بيه كتير، هو إن عدم وجود شبكة للصرف الصحي بيهدد مخزون المية اللي موجود في جوف الأرض. تعرف إن إحنا عندنا ندرة في مية الري، عندنا أزمة في مية الشرب، عندنا مشكلة في المية اللي جاية لنا من النيل اللي كانت بتعتبر الرافد الرئيسي للمية في بلدنا، 55.5 مليار متر مكعب مهدد بسبب سد النهضة. أما المياه الجوفية اللي بتقدر بواحد وسبعة من عشرة مليار متر مكعب أيضا مهددة بسبب عدم وجود شبكة للصرف الصحي وانعدام أنظمة الصرف الصحي. بيهدد المياه الجوفية والصحة العامة أحد أهم هذه الأسباب ما يسمى بطرنشات المياه أو البيارات أو حتى الآبار بتاعة الصرف. يعني دي كانت قصة بيعيشها المواطنين في قرى ونجوع الجمهورية بسبب الآبار الأهلية للصرف الصحي وانعدام الشبكة. أتمنى السادة المسؤولين عن حياة كريمة، السادة المسؤولين عن وزارة التنمية المحلية، السادة في وزارة الإسكان، السادة في الشركة المصرية للمية والصرف الصحي ينتبهوا لمثل هذه المشكلة، لأن بعد كده هنادي على السادة المسؤولين عن وزارة الري، الحقوا المية اللي انتم معتمدين عليها المية الجوفية هي كمان دلوقتي أصبحت في خطر.